مرحب بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك دكتور أشرف اهلا, أهلاً وسهلا بيك يا بي بذكركم بأن احنا مازلنا مستمرين في سلسلة دراستنا في م. سفر التكوين كتير قوي من المرات اللي بنيجي واحنا قاعدين قدام كلمة الله كده بنقرأ فيها وبناكل منها وبنشبع دايما كده يعني وأنا كده كمان اجي قدام الانساب والسلاسل الاسماء والمناطق والجغرافيا والحاجات دي وبالذات الاسماء الكتير في العهد القديم ونروح مفوتينها وداخلين على الايات اللي فيها نور واضح وشبع ظنا مننا ان احنا مش مش عشان مش فاهمين المقصد ايه وايه مقاصد الله انه يذكر لنا كل التفاصيل دي فاحنا النهارده بصدد ده ادعوك عزيزي المشاهد انك تكون بتركز معانا في منطقة مهمة جدا من سفر التكوين هي الأصحاح العاشر أصحاح مهم جدا في أسماء كتير هنوضح النهارده وهنفك الطلاسم شوية مش كده يا أسيس؟ هنحاول <applause> 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 عايزين نفك الموضوع ده عشان أنا بعدي الأصحاح ده كتير بصراحة هنحاول <applause> <applause> مش ده بس أصحاحات كتير ربنا يدينا وقت إن إحنا نقف عندها فيها أنساب وأشهرهم الأول أصحاح في العهد الجديد أه طبعا يعني ربنا <applause> حتى نسب الرب يسوع بنع... بنعدي الأصحاح الأول ده وبنخش على طول صح <applause> آمين <applause> آه. ايه اهميه الاصحاح ده من الناحيه اللاهوتيه هل يعقل انه يخرج من ابناء نوح كل العالم اسئله كتير في الاصحاح أو. العاشر من سفر التكوين آه خلينا نوضح يا ابونا معاك جميل. السفر الاصحاح الجميل ده هو هو انا حطيت عنوان للاصحاح ده او للحلقه عموما النهارده والعنوان هو هل الله أو هل الكتاب المقدس كتاب عنصري؟ يعني دايماً دايماً أي حد بيقرأ الكتاب المقدس بالأخص بالعين الـ 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 التي لم تختبر نعمة المسيح يقول لك الكتاب المقدس كتاب عنصري آه. بيميل الله بيميل لشعب على حساب شعوب أخرى. فهنحاول نجاوب على السؤال ده من خلال الحلقة النهاردة وبالأخص من خلال تكوين وأصحاح عشرة أمين. زي ما قلت بيتر انه تكوين في أصحاح عشرة بيخلينا نسأل بعض الأسئلة هل يعقل أن يخرج من أبناء نوح الثلاثة كل الشعوب والأجناس طبعا اللي بيرفض انه كل الشعوب والأجناس خرجت من آدم كويس وبيؤمن انها جت من التطور هيرفض برضو دي يعني يعني هيرجعنا يعني كده لنظريه التطور يعني فاذا رفض اذا رفض ان هو اساسا خرجوا من اب وام واحده فهنا عندك على الاقل ثلاث ثلاثه كابلز او يعني ثلاث ازواج يعني اولاد نوح ثلاثة متجوزين واخرجوا منهم الامم والشعوب ف ده ده أول سؤال، لماذا اهتم الكتاب المقدس بتسجيل هذا الأصحاح؟ مم. يعني إيه أهميته؟ زي ما أنت كنت بتقول إنه دايماً إحنا بنيجي عند سلاسل النسب وبنعمل إيه؟ بنعديها. عديه. أسماء صعبة، ما هو برده مين هيقرأ متشالح وأخنوخ ولامكو؟ أنا كنت بصراحة و... بقول, و... و... إيه؟ بقول يعني إيه لازمتها؟ قعدت دو... فترة طويلة أقول إيه لازمتها الأصحاحات؟ ال... يعني. ال... آه يعني الأسماء ال... آه. الكتيرة دي، آه. فأوقات كتيرة آه يعني ظناً مني مم. انه انا عايز اروح للاصحاح بقى لإيه في وعود وفي آه. بركات فانا بقلب بالله لكن الاصحاح ده مهم جدا زي ما اصحاح خمسة مهم جدا زي ما اصحاح نسب الرب يسوع مهم جدا أكيد. الأصحاح دي مهمه جدا في فكر الله وفي الفكر الكتاب المقدس وما اهميه هذا الاصحاح من الناحيه اللاهوتيه يعني مم. يعني ايه اللي بيقدمه لنا كاصحاح زي كده نقدر نتعلم منه لاهوتيا الله عايز يقول ايه ما هو آه. أنا أؤمن إن كل حاجة كتبت، كل ما كتب كتب من أجل تعليمنا يعني نحن، فحتى الأنساب وحتى سلاسل النسب وحتى المواليد كتبت من أجل تعليمنا نحن، في أكيد غاية يعني يعني الكتاب المقدس أو الروح القدس مش 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 بس أنه هو يعني عايز يلم شوية معلومات ويحطها لنا، لا ده كل ما كتب كتب من أجل تعليمنا، فهناك غاية وهدف إلهي من وراء وجود هذه الأصحاحات وحلو أنا مش بس كقاري لكن كدارس لكلمة م. الرب اني اقرا الاصحاحات دي م. وكمان اوقات كتيرة مثلا البعض يقول لي ايه يقول لي بص احنا قرينا روميا من واحد ل 15 وجينا عند اصحاح 16 اللي مليان كله سلامات ده وعديناه طب ليه عديت م... لا بيقول لك اسماء ما مليانه اسماء يعني انما في في اللي يدرس فينا حتى روميا 16 يعرف انه مش دي اسماء بس ده دي في كنوز يعني فيها مفاهيم وتعاليم رائعة جدا يعني في السلسلة اللي موجودة والاسماء اللي موجودة في الاصحاح جميل. ده انا عن نفسي بصراحة مبسوط جدا انه نكون بن بناخد حلقة في اصحاح كل الناس بتعديه <applause> <applause> وانا كنت اولهم لانه فعلا لما بنكبر وبن وبنسمع انه كل حرف مش كلمة او أصح كل حرف من كلمة الله لها معنى ده في خدام بتقف عند كلمة آه، كلمة في اسم من الاسماء ويطلع منه حاجات آه. كتيرة قوي مرتبطة يعني. بالله في النهاية بالزبط. وما قصده فخلينا ندخل آه. في الموضوع خليني آمين. أقول لك الأول نظرية التطور والنظرة ليهم آه. عشان الأصحاح ده مليان شعوب وأجناس ولغات مختلفة عندنا لسة طويلة بسبعين م. اسم موجودين في أصحاح عشرة تانية. فخليني ابدا من التطور بيقول ايه عن الاجناس وبعدين اجي للكتاب المقدس عشان نبقى المشاهدين كمان عارفين الفرق ما بين فكر الله في الكتاب المقدس والفكر المتداول في في في, في او في العالم اللي حوالينا. أول حاجة نظرية التطور زي ما قلت قبل كده نظرية التطور بتؤكد أن جميع المخلوقات جميع المخلوقات كانت بدايتها خلية واحدة م. تكونت نتيجة نتيجة عوامل بيئية مختلفة. خلية جت كده قلنا زي ما قلنا المادة والزمن والصدفة كانوا كفيلين بأنهم يوجدوا هذه الخلية. الخلية دي انقسمت وأصبحت بدل ما تبقى خلية مفردة أصبحت خلية خليتين ثم متعدده ثم خليه متعدده او 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 شيء متعدد الخلايا وبعد كده ظهرت الاسماك ومن الاسماك خرجت الزحافات ومن الزحفات خرجت الثدييات ومن الثدييات خرج الانسان. تمام يعني وده استعرضناه والانسان استعرضناه في الفصيلة. الحلقه بتاعة التطور الانسان والشمبانزي خرجوا من نفس الفصيله اللي هي فصيله الثدييات. لما نيجي بقى للبشر في نظر حسب نظرية التطور أن كل البشر الذين يقطنون العالم هم من الثدييات يعني كل الأجناس سواء اللي موجودين في أسيا أو موجودين في أوروبا أو موجودين في أفريقيا أو الموجودين في مصر كل البشر بكل جنسياتهم وثقافتهم وخلفياتهم خرجوا من الثدييات وأصلهم حيواني أصلهم حيواني لما يقول حيواني هو بيعني يعني آه آه مفهومش الميزة الإلهية إنه, إنه مميزين عن الباقيين هم عاقلين لكنه ما ما يزيدش عن إنه زي بقية الحيوانات يعني في كتاب مقدس الإنسان له مخلوق على صورة الله إنما في الفكر التطوري هو ما فيش حاجة اسم يعني يعني لو وجد الله يبقى مش مخلوق زي على صورة الله ولو ما وجدش الله في أغلب المراحل يبقى الإنسان ده حاجة يعني وجد بالصدفة كده بالشكل ده يعني كائن متميز. حيث أنهم يتدرجون الإنسان بقى أو البشرية كلها بتتدرج بحسب فكر داروين أو بفكر التطور بتتدرج إلى 16 مرتبة يعني عندي 16 مرتبة يعني الطبقيه خلينا اقول او الكلاسيفيكيشنز بتاعت الـ الـ الاجناس والبشر. ياتي في ادنى هذه المرتبه الزنوج مع سكان استراليا الاصليين. يعني يعني فده ده الترتيب انا بتكلم على الفكر التطور. ياتي في ادنى هذه المرتبه الزنوج مع الـ الـ السكان الاصليين لاستراليا ثم الهنود ثم الماويون، ثم العرب. كويس؟ في اسفل السلسله. في اعلى السلسله ياتي الاوروبيون البيض. وده اللي بيطلع منها فكره الوايت سبريسي او السياده البيضويه. يعني يعني حتى لحد النهارده في عنصريه موجوده في بعض الاماكن ومنها حتى في امريكا انه البعض بينادي انه الوايت له السياده. وايت ان سموها انه اعلى المراتب الخامسه عشر والسادسه عشر هي آه للوايت فدول الاذكياء دول حتى من هنا آه هتلر بدا يبيد كل الشعوب والاجناس الضعيفه يعني يعني فكره النازيه والدمار اللي تم في الحرب العالميه الثانيه كان برضه منشاه من فكره التطور مش من الكتاب المقدس الكتاب المقدس لا يعلم بهذه التعاليم لكن ده كان فكره التطور انه في في جنس اسمى من جنس في رقي في طبقه معينه من البشر في جنس اقوى من جنس وعشان كده البقاء للاقوى فالاقوى لابد ان يبيد الاضعف عشان الجنس الاقوى هو اللي يستمر ويعيش دي اشاره مهمه جدا يا ابونا انا بشكرك عليها لانه كتير جدا من اللي بينقد الكتاب وبيهاجم الكتاب بيقول يعني اللي عمله هتلر واللي عمله الصليبيين واللي عملوه في الح... من من اباده للشعوب ده ب... بمرجعيه منهم للكتاب المقدس والعهد القديم بالتحديد فحضرتك بتوضح ما دلوقتي ان في سبب مختلف ما هو بص آآ آآ الحقيقه اللي لازم تتقال الانسان بطبيعته شرير م. كويس والشر اللي جوه الانسان بيريد انه يجد لي شماعه يعلقها عليه يعني لكن لو جيت للكتاب المقدس وده اللي انا بقوله للمشاهدين قولولي ايه في الكتاب المقدس بتحث المسيحيين المؤمنين على القتل والذبح زي ما موجود مثلا في القران مفيش ممكن انا كمسيحي او يدعى اسمي مسيحي لان انا اتولدت في بيت مسيحي عندي عنصريه لديني لكن انا ما عرفتش المسيح، انا ممكن ابقى انسان وحش. م. يعني يعني آه والناس تقول اه بص المسيحي آه اسما آه لكن هل حياتي مبنيه على الكتاب هو, هو النقطه دي م. المهمه، هل هناك نص في الكتاب المقدس بيقول لي النهارده انا كمسيحي علي ان انا اقتل واذبح كل من يختلف معي؟ او نص بيقول لي احارب واغزو واسبي و و و واختصب وكله حسب شرع الله؟ ما عنديش كويس فهي دي النقطه حتى حروب العهد القديم وحتى آآ آآ الاباده اللي حصلت في العهد القديم دي دي لوحدها يعني مرتبطه بمكان وزمان وناس ووصيه عمرها ما تتكرر تاني لانه كانت نوع من الدينونه الالهيه على بعض الشعوب وربنا نفذها حتى على اسرائيل نفسه مم. يعني مش بس خلى اسرائيل ينفذها لكن كمان نفذها على اسرائيل يوم ما اتوا الاشوريين مم. كويس وسابوا السامره سنه 722 ودمروا المملكه الشماليه ويوم ما جه بابل ونبوخذ نصر سنه 586 ودمروا بابل ويهوذا على خطيتهم الله بيدين الخطيه لكن هل يوجد نص الهي اقول عليه مطلق نص مطلق ليس مرتبط بزمان ولا مكان لكنه تطبيقه مرتبط في كل وقت وفي كل عصر زي مثلا وصيه أحب اعدائكم ليس مرتبطه بمكان وبزمان، لكنها مرتبطه بان انا اطبقها في كل حياتي اللي انا عايشها، فهل يوجد نص في الكتاب المقدس اقدر اقول ان هو النص ده اقدر ابني عليه حروبي وابني عليه غزواتي وابني عليه سبي للنساء وابني عليه اختصابي لل... لل... للنساء وابني عليه دمار المدن وخراب الشعوب و... وكل الحاجات دي لا ما عنديش. اكيد، ما هو عشان كده انا يعني يعني فارق معايا شخصيا جدا انه يكون نظريه زي نظريه التطور تكون هي السبب وانا مقتنع ان دي تكون سبب فعلا في اباده الشعوب على يد هتلر مثلا بالضبط وده, وده وده على فكره مثبت يعني يعني دي حقيقه مش بس ما بيستعرضش مش... الكلام ده بقى ما بيتقالش ما بيتقالش. يعني... يعني دايما بينسب للدين وللكتاب ما بيتقالش انه كان وراء في افكاره ايه هتلر؟ ليه كان بيعمل كده؟ لانه لانه زي ما احنا قلنا انه نظريه التطور وجدت في التفكير الطبيعي او الناتشراليزم كويس اللي هو انه كل شيء وجد طبيعيا الانسان وجد طبيعي فيش حد اوجده نتيجه تطور فوجدت في الفلسفه الطبيعيه وجدت الرحم اللي تكبر فيه والفلسفه الطبيعيه بتنادي بانه هناك في طبقيه في 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 جنس اسمى من جنس وده نفسه فكره التطور تمام بس أنا حبيت أقول ده ليه؟ آه طبعًا لأنه حابب أقول إنه ده آدي ده اللي بيتقال وآدي الكتاب المقدس. لأنه مهمة أوقات كتيرة المشاهدين بيبقى مش 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 عنده نفس المعرفة الكاملة عن الكتاب المقدس بيقول إيه؟ الكتاب المقدس الرب حب إسرائيل، فهل م. ربنا عنصري إنه يحب إسرائيل وما يحبش الشعوب التانية؟ وإيه علاقة الله بالشعوب التانية؟ هل م. هل الشعوب التانية دي ليها مكان في خطة الله؟ هل الله بيهتم بيها؟ هل الله بيحبها؟ على الله يعني غير عليها الى اخر الاسئله يا ريت نديله الموضوع ده مساحه اه يعني حسب ده. الوقت أمين. النهاردة أمين. باذن الله طيب بالنسبه للاجناس والشعوب اوكي في الكتاب المقدس بالنسبه للاجناس والشعوب في الكتاب المقدس في حقيقه مهمه قوي انه كل الشعوب باختلاف الثقافات والحضارات اتت من مصدر واحد سواء زي ما قلنا ادم وحواء او اولاد نوح الثلاثه لانه اولاد نوح الثلاثه تعتبر دي خليقه جديده بعد الطوفان يعني يعني دول اللي هم اللي ربنا ابقاهم زي ما قلنا انه هدف من الاهداف الطوفان انه او الفلك انه يبنى فلك انه الله يستبقي نسل يستبقي حيوانات ويستبقي انسان عشان يبدا معاهم من جديد فكل الشعوب باختلاف الثقافات والحضارات اتت من مصدر واحد يعني الافريقي والمصري والاوروبي والياباني والتشاينيزي والمغولي كل والهندي كل دول اتوا من مصدر واحد كلهم من مصدر واحد من اب وام واحد ادم وحواء او من اولاد نوح الثلاثه جات كل الاجناس ده اللي بيقوله لنا الكتاب كويس الحاجه الثانيه اللي بيقولها لنا الكتاب انه لا يوجد جنس اسمى من جنس اخر، يعني لا يوجد شعب اسمى من شعب. ربنا ربنا لما يعني جعل الكل يخرج من اولاد نوح الثلاثه جعل الكل متساويين. الانسان له قيمه عظيمه جدا عند الله. من اول ما ربنا خلق الانسان وربنا خلقه على شبهه وعلى صورته بمعنى انه انسان عاقل بمعنى انه انسان مفكر بمعنى انه انسان قابل للتواصل بمعنى انه انسان له علاقه مع الله بمعنى انه انسان فيه نفخه الله فيه بصمه الله ان الله نفخ فيه نسمه حياه فهو مختلف عن بقيه الكائنات وبقيه الحيوانات من حيث انه ربنا اداله السلطان انه السياده على كل ما في الارض وسلطه على يعني كان وكيل لله على الارض فكل هذه الامور مهمه جدا ليه؟ لان هذه الامور بتقول لي انه لا يوجد شعب او جنس اسمى من شعب اخر. عند الله عند الله كله بنفس درجة الـ الـ نظرة الله الثابتة بالظبط متساوية وعشان كده لما بنيجي للكتاب لل 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 المقدس وده روعة الكتاب المقدس يجي الكتاب المقدس نجد انه بعد السقوط بدأت هذه ال المجتمعات يعني يختل فيها التوازن بتاعها الاجتماعي والعدالة و... والبعض الناس يستعبد بعض الناس الى اخر هذه الامور لكنه م. اتى امتى ده بعد السقوط وليس قبل السقوط بعد يعني السقوط. بعد السقوط يعني حتى تعدد الزوجات و آ... يعني والظلم الاسري نتيجه تعدد الزوجات اتى بعد السقوط وليس قبل السقوط لكن لا يوجد شعب او جنس أسمى من شعب اخر خالص في الكتاب المقدس يعني اكيد الحاجة الثالثة الكل متساويين في القيمة أمام الله كلهم متساويين في القيمة قدام ربنا كلهم كل الشعوب لها نفس القيمة إن كنت أنت سواء يعني سوداني ولا سعودي ولا ولا أفريقي ولا أسمر أبيض أصفر كل الشعوب على فكرة الإسلام فيه عنصرية رهيبة الـ الـ الاسلام عنصري بالطبيعه كويس انما الكتاب المقدس ليس عنصري الكتاب المقدس مش عنصري يعني يعني آآ آآ حتى لما لما الرب اختار اسرائيل كويس ما قال لهمش انتم افضل الشعوب ما قال لهمش انتم أسمى الشعوب ما قال لهمش انتم خير امه اخرجت للناس ما لهمش الكلام ده كويس هقول لك ربنا قال لهم ايه حتى لما ربنا اختارهم يعني عشان يتمموا قصده والاختيار بتاع الرب كان اختيار مبني على المهمه والدور اللي هيقوموا بيه يقول لهم كده في اصحاح سبعه من سفر التثنيه سوري سفر التثنيه واصحاح سبعه وفي عدد سبعه وعدد ثمانيه ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب مش لانكم اكثر من حيث العدد كويس التصق الرب بكم واختاركم لانكم اقل من سائر الشعوب يعني اولا مش لانك انت شعب كتير ربنا اختارك لا لانك انت اقل يعني مصريين اكتر منك الحثيين فوق في تركيا اكتر منك القبائل العربيه اكتر منك شعوب كنعان اكبر منك مش عشان انت كتير التصق بك الرب واختارك لكن من محبة الرب إياك فربنا بيحبهم وبيحب الكل بس اختار دول لرسالة معينة حتى في أصحاح حتى في أصحاح عشرة وفي عدد خمستاشر أصحاح عشرة وعدد خمستاشر هوذا للرب السماوات وسماء السماوات والارض وكل ما فيها ولكن الرب انما التصق بابائكم ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذين هو انتم ف... الى الى هذا اليوم عشان كده حتى لما يجي يكلمهم يقول لهم انه دايما كون متضع ما تتكبرش ما تفكرش ان انت افضل من بقيه الشعوب ربنا ما قالهمش اه انتوا احسن من بقيه الشعوب انا اخترتكم عشان انتوا احسن من... ولا ان انا اخترتكم فبقيتم افضل من بقيه الشعوب انا اخترتكم ودايما لأني بحبكم, لأن بحبكم. وليه مقاصد الله بالظبط وليه مقاصد فالكل متساويين في القيمه قدام ربنا في القيمه قدام الرب قدام الرب مش حلفان على فكره على دي يقول لي ده الحاجه الرابعه الحقيقة دي بقى بتلغي تلغي هذه الحقيقة سوري النظرة الإنسانية المبنية على التفاخر المبني على الجنس أو العرق يعني يعني حقيقة اللي بيقولها كتاب مقدس عن إن إحنا لنا قيمة متساوية وإن إحنا كلنا على صورة الله تلغي أي نظرية بشرية مهما كانت هذه النظرية البشرية عن سمو جنس على جنس آخر سواء من حيث اللون او من حيث المد الغنى المادي او من حيث القوة العسكرية او من حيث المنطقة او من حيث اللغة تلغي كل هذه الفواصل بين البشر لأن هذه الفواصل بين البشر هي عمل إبليس وليس عمل الله أكيد. كويس فكل الأجناس مشتركة في طبيعة واحدة ولا يوجد جنس اقل انسانيه من جنس اخر نهائي كويس لكن يوجد محبه متساويه من الله ويوجد قيمه متساويه من الله لكل الاجناس ولكل الشعوب تمام مم. نوح خرج منه سام وحام ويافس ايوه ومنهم خرج كل القبائل وكل الامم وكل الشعوب وكل اللغات وكل الالوان اللي بنستعرضها. الكتاب ذكرهم بالترتيب. ذكر سام حام يافس بس بعد كده الكتاب في 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 السرد كان بيعكس ما بين ما بينهم كان يافس حام سام. عايزين نوضح المنطقه دي ونشوف النسب و... ونوضح يعني ازاي الله كان في خطته منذ الازل يعني عايزين مثلا نشوف ابراهيم كانت سلسله نسب ماشيه ازاي اوكي مصر في حاجات مهمه تهمنا كتير طيب ف يعني يا ريت نستعرض النقطه اوكي ندخل على تكوين عشرة لو دخلنا على تكوين عشرة بنجد انه مواليد ابناء نوح الثلاثه في تكوين 10 وهو حتى بيبدا لي بمقدمه المقدمة دي في تكوين أصحاح 10 أول 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 آية بيقولها لي وهذه مواليد بني نوح سام وحام ويافث وولد لهم بنون بعد الطوفان يبقى هنا السجل ده امتى؟ بعد الطوفان كويس وده بيأكد لي على أن الطوفان حدث تاريخي مش مجرد خزعبلات طوفان حدث تاريخي حدث فعلا وزي ما قلنا المرة اللي فاتت أنه اليوم والشهر والسنة حتى في مواليد نوح وتاريخ حياة نوح بيأكد لي على أنه حدث سيخ فال... هل نقدر نعتبر أنه بداية ما بعد الطوفان دي بداية الخليقة هي تعتبر خليقة جديدة بعد ما ربنا دمر الأرض بكل ما فيها في أي نسمة حياه في أن في أي في اي انسان موجود زي ما ده. احنا قلنا المره اللي فاتت كان عالمي مفيش انسان حي ولم يستبق الا دي. العيله دي تمام يعني احنا بنعتبر انه العيله دي هي بدايه النواه. او اول عيله في الخليقه يعني كله ضم آه. ضمر دي النواه اللي بدا بيها ربنا آه من تاني بالظبط اه فالثلاثه دول يافث طبعا جاب سبع ابناء انا ايه ده انا هنا في اصحاح 10 نتكلم عنهم آه. جاب سبعه ابناء وسبعه احفاد يبقى المجموع كام 14 14 كويس حام خرج منه 30 اسم مشعب حام كويس يبقى 14 و30 يبقى 4 و40 واربعين. واربعين. وبعدين سام اتى منه 26 يبقى 44 و26 70 70 70 اسم وقبيله وشعب ولسان طبعا رقم سبعه ده رقم مهم قوي كويس ليه؟ لانه رقم سبعه هو رقم الكمال في الفكر اليهودي ولما يقول لي 70 70 10 مرات 7 10 مرات ويعني ال... الروح القدس حتى في الكتابه أم يعني أم مكتوب باسلوب رائع الكتاب المقدس يعني يعني في في على فكره حاجه تانية جميله جدا ممكن تربط الجزء ده فاكر كام واحد نزلوا من نسل يعقوب الى مصر كانوا عددهم كام 70 70 صح يعني يعني النواة للامه اليهوديه اللي نزلت مصر وقعدت في مصر 430 سنه كويس عقبال ما بقيت شعب كبير جدا كانوا كام 70 واحد كويس وهنا 70 أمة ف تدينا إشارة تدينا يعني. إشارة على إنه إنه يعني رقم كمال الشعوب أو إنه يعني آ... ينظر إليها الكتاب على إنه الأرض امتلأت واتعمرت وال... 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 يعني لما وصل و... الرقم ل 70 بعد ما شفنا هو طبعًا كتر كتير بعد كده اتقسمت كتير النهارده عندنا ما أعرفش 200 آ... يمكن و60 أو 270 شعب معترف بيه او 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 امه معترفة بها يعني آه 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 لانه في الوقت ده السبعين ليها 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 دلاله مهمه قوي آه كويس آه فنيجي بقى لل في الايه الافتتاحيه بنجد آه ابناء نوح الثلاثه سام وحام ويافث كويس بينما في الحديث عن مواليدهم كل ان هما بياتي ترتيبهم ترتيب عكسي اه ده سؤالي يعني هو بدا سام وحام ويافس ودايما هو. على فكره كان دايما يقولهم كده حتى من اول اصحاح من من اصحاح خمسة يبدا يقول لنا سام وحام ويافس واحنا حفظناها كده <applause> سام وحام ويافس لكن لما يجي هن المواليد يبدا بالعكس يبدا بيافث في المقدمه ثم يتبعه حام واخيرا سام وانا يعني الترتيب دون آه بعض العلماء بيقولوا لنا هو بدا من الابعد للاقرب يعني دمعنا. لانه لانه نسل حام سكن اوروبا وفوق كل كل الشمال فكان في علاقته مع شعب اسرائيل او نسل سام هو الابعد اه واضحه الفكره يعني يعني انت جبت ابن بس سافر بعيد قوي لكن آه. عندك ولدين ساكنين جنب ابنك الثالث دون اللي سافر اللي هو اللي هو يافر. يافس كويس؟ آه. فيافس سكن في اقصى الشمال مم. فبالتالي تاريخه مش انفولف او مش متداخل قوي مع تاريخ الامه اليهوديه ولا مع تاريخ سام زي ما زي ما زي ما حام زي ما حام تاريخه متداخل مع مع سام يعني مصريين تاريخهم متداخل مع سام كان عين متد... تاريخهم الفلسطينيين تاريخهم متداخل فهو عايز يقول انه ده جاب ولاد وراحوا بعيد فهو بدا بالبعيد ثم بدا يقرب, يقرب لنا ده ده بعض اللاهوتيين بيقولوا لنا ده سبب آه. يعني قد يكون وقد يكون سبب اخر احنا ما نعرفوش بس م. ده يمكن ال... ال... السبب منطقي م. تبدا كل فقره عن الاباء الثلاثه باسم وتنتهي بملخص عن القبائل والامم والالسنه التي خرجت منهم والاراضي التي يسكنون فيها ثم ملخص شامل لكل الفصل آه لكل فصل يعد خاتمه نهائيه في الايه رائع اه فهنيجي بقى لل مم. طيب ناخد مكالمه اه طبعا ونكمل. تاكيد اه فضل. الاخ ابو مهند اهلا بيك مساء الخير اهلا, أهلاً بك مساء النور اخ ابو مهند محبتي للدكتور اشرف عزمي اهلا وسهلا بحضرتك وضيفي الكريم اهلا وسهلا عندك الكتاب المقدس كلمة بسيطة تقول الكتاب المقدس هو هو يحكي عن نفسه أن نرفض التبر ونختار التراب كلمة بسيطة تقول أن نرفض التبر الذهب ونختار التراب شكرا يا رب أترانا عندك محتاجين أترانا محتاجين أن نوقد ألو <applause> 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 أن الذي يرى النور هو ليس بحاجة إلى براهين لإثبات وجود النور بل إلى البصر لكي يراه شكرا امين مم. بشكرك اخ ابو مهند شكرا من اجل مداخلتك خلينا نعود طيب الموضوع. نكمل اتفضل آه المقدمه بقى بيقول لي ايه هذه مواليد بني نوح سام وحام ويافت مم. بعد الطوفان دي المقدمه وبعدين يجيب لي مواليد مين مواليد يافث يعني هو خد الاخير وبدا بيه كويس كده وبعدين بعد كده يجيب لي الأرض والقبائل والأمم الذين خرجوا من يافس تمام وبعدين يجيب لي مواليد حام وبعدين يجيب لي القبائل والألسنة والأرض والأمم الذين خرجوا منين؟ من حام من حام وبعدين يجيب لي مواليد سام ونفس الحكاية يجيب لي القبائل والألسنة والأرض والأمم الذين خرجوا من سام وبعدين الخاتمة يقول لي هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان الطوفان كويس؟ ده جزء مهم زي ما قلت بدأت قائمة شعوب بيافس وسبب إنه أبعد الشعوب آه ارتباطًا بتاريخ إسرائيل اللي فيما بعد الكتاب هيبقى مركزه كله في العهد القديم كلمني عن إسرائيل ويكلمني عن الشعوب التي ارتبط تاريخها بشعب إسرائيل. رائع. م. طيب آه نيجي للنوح أنا حابب بس في الرسمة دي آه. انا عارف يمكن الخط يبقى شويه صغير لانه حبيت احط لو عندي هنا نوح اهو تمام ادي نوح خرج من نوح التلاتة دول سام وحام ويافث وانا حطيتهم زي ما مذكورين طبيعي محافظينهم كده كويس هبدا من اللي تحت ابدا من اللي تحت كويس اللي هو يافث 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 خرج منه جمر وماجوج ومادي ويعوان وتوبال وماشك وايه ترياس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وخرج منهم سبع احفاد كويس فانا عندي التوتال اللي ذكر لي هنا زي ما قلنا اربعة واحد هنروح للنوح لحام حام جاب اربع ابناء كويس اربع ابناء وذكر عندي الكتاب المقدس اتنين وعشرين لا سوري وذكر عندي كتاب مقدس 26 حفيد يبقى أربعة هنا و26 قلنا 30 صح؟ جاب كوش وجاب مصرايم وجاب فوت وجاب كنعان سام جاب إيه؟ سام جاب عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وأرام كويس وبعد كده هنلاقي فيه عابر ومن عابر جه أه أه اتقسم أه نصين يعني اتقسم الى اثنين جت منه نسل اسرائيل ابراهيم وبعدين جت قبائل العربيه ونتكلم عنها بالتفصيل في واحده من السلايد يافث يافث هو اللي ذكر الاول م. كويس جاب جومر وجاب ماجوج اللي هي تعتبر الصين ومنغوليا حاليا وجاب مادي اللي تعتبر روسيا واوكرانيا وجاب يوان اللي وجاب توبال وجاب ماشك وجاب تيرياس ومن دول جم سبع احفاد زي ما شايفهم من جومر جه ثلاثه ومن يوبال جه ثلاثه <applause> يعني هنا واحد اتنين تلاتة اربعه اربعه, اربعة واحد اتنين ثلاثه يبقى من جومر ومن يوبال ذكر لي بس اولاد اكيد ماجو جاب اولاد واجد مادي جاب اولاد واجد توبال الباقيين جاب اولاد لكن الكتاب ركز لي على اللي خرجوا من جومر وركز لي على اللي خرجوا من يوان فعندي اليابان وعندي بورما وتايلاند وفيتنام اللي هي ريفات وعندي سيبيريا وكوريا اللي هي تجمه وعندي اللي هي اليشا اللي هي تعتبر اليو ال اليونان وعندي ترشيش اللي تعتبر اسبانيا والبرتغال وجزء من امريكا الجنوبيه وعندي كتيم اللي هي قبرص وايطاليا وعندي دودانيم اللي هي القبائل الاساسيه في الامازون كويس فدول دول اولاد مين اولاد يافس او ناس يافس كويس نيجي لجزء اخر بقى اللي هو حام حام جاب اربعة مهمين قوي ليه لان الاربعة دول تاريخهم متداخل مع تاريخ بني اسرائيل عشان كده التركيز اوقات كتيرة بيبقى عليهم ويقول لي فيما بعد عنهم كتير أوي. يعني تاني اسم ذكر في العهد القديم بعد اسرائيل كان اسم مصر آه. يعني يعني لو خدت المرات عملت سيرش جبت كل العهد القديم 39 سفر وعملت سيرش على كلمه اسرائيل ومصر هتجد ال, ال, العدد الاول هو اسرائيل العدد الثاني يجي بعدها انا مش فاكر رقم بالظبط لكنه هو 600 وحاجه ذكرت أقصد... كلمه مصر في العهد القديم عدد مرات ذكرها عدد مرات ذكرها ذكرها بالظبط مصر ثاني اسم بعد ثاني اسم بعد اسرائيل, بعد إسرائيل. من حيث العدد من حيث العدد فعشان دليل عشان دليل تاريخ دليل. مصر كان متداخل ومتشابك جدا مع اسرائيل مع اسرائيل كويس والشعوب الثانيه طبعا زي كنعان واشور وبابل برضو بس مصر تيجي في الرقم الثاني كويس وده واضح فأنا من ايام ابراهيم وده واضح من ايام ابراهيم براهيم. ده واضح من اه يعني من اول لما ابراهيم نزل مصر بالظبط كويس لكن عندي كوش وعندي كوش جاب سبا والحويله وسبته ورعه وسب ثبتك ونمرود كويس ومن مصر جم لوديم خلي بالك مصر في الكتاب المقدس هنتكلم عنها بالتفصيل اللي هي مصر مصرعيم واللي جم من مصرعيم ايضا جم باشاره الجمع ليه اقول اشاره الجمع كلمه ايم كويس الو ده العبري ده العبري العبري الاسم المصري الايم دي هي إشارة للجمع يعني زي ما عندنا احنا في اللغة العربية في إشارة لجمع المذكر السالم جمع المؤنث قال, قال إلهيم نخلق الإنسان آه إن... ولما جم لما جات الشعوب دي خرجت من مصر حطها أيضا بالإيم يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة كلهم إيم لوديم عناميم لهابيم نفتوحيم فتروسيم كفتوريم سلوحيم هنتكلم عنهم طبعا ال اللي بيدور على اسم لعياله عشان يعني هي الرب هيدي له ولد او وعايز اسم الاسماء دي ممكن الاسماء دي انا عارف ان انت اخترت ف لا <applause> انا بقول الكلام ده لانه يعني بيتر اكسبكتنج في اي لحظه المولود الاول بتاعهم بس أسماء <applause> ف... لا نيجي للمصرايم وانا و... قلت يمكن اخد مصر واخد بعض الاماكن أماني. لانه يمكن مشاهدين كتير قوي عندهم اسئله خاصه مصرايم هو الاسم المصري والاسم العبري مزرايم مم. كويس هو الاسم العبري لمصر في كتير المقدس ودائما ياتي بصيغه المثنى يجي بصيغه المثنى أو الدول فورم نسميه لأن مصر بتتكون من قسمين منذ أن نشأت مصر في تاريخها القديم كويس ومصر بتتكون قسمين مصر بنسميها نتيجة نتيجة للطقس بتاعها المختلف جدا قسم قسمين قسم شمالي وقسم ايه؟ جنوب جنوبي واحنا بنقول عليه مصر العليا ومصر ايه؟ السفلى ومصر السفلى اولى ابتدائي من اولى ابتدائي فعندنا مصر العليا وعندنا أه. مصر السفلى مصر العليا اللي هي من عند الحدود عند السودان والنوبة كويس لحد ما توصل يمكن إلى نقول يعني فين القاهرة او حتى بعد القاهرة بعد. يعتبر ده مصر ال... مصر العليا مصر السفلى منطقة الدلتا م. ده كل منطقة الدلتا يعتبر مصر السفلى وده لانه مختلف الطقس والبيئة والحياة مختلفة اختلاف جذري يعني, يعني يمكن النهارده نتيجة التلوث والتعداد السكاني الرهيب اللي في مصر ما تقدرش تميز ما بين حتة وحتة يعني كلها بقيت نفس السمات قريبة من بعض, يعني قريبة من بعض. <applause> إنما كان زمان ويمكن حتى قبل السد العالي والحتة دي معروف جدا انه مثلا الاقصر واسوان تختلف نهائي مثلا عن الدلتا. مشتى دول مثلا. بالضبط آه. يعني منطقه الدلتا دي منطقه الخير ومنطقه الغنى ومنطقه الـ الخضروات والفواكه والجناين ومنطقه يعني خضراء جميله. أي. تطلع تروح الاقصر واسوان انت بتلاقي شريطين بس حوالين النيل مم. انما الباقي كله صحراء. يعني فدرجه الحراره مختلفه. مختلفه مم. اختلاف رهيب. ما بين الاثنين فعندنا ابر and Lower Egypt تمام عشان كده كتاب من نش... من من البدايه حتى تاريخ المصريين يقول لنا انه مصر كانت منقسمه وكان عندنا على فكره عاصمتين عاصمه مصر العليا طيبه وعاصمه م. مصر السفلى ممفيس يعني يعني فعاصمتين كانهم بلدين منفصلتين, منفصلتين. آه. الاسم بقى المصري القديم هو كيمي ده الاسم اللي هو اللاتيني اللي متاخد من اليوناني كيمي يعني ايه او بالقبطي اسمه كيمي وهو اسم يعكس اللون الرمادي الاسود للارض لانه كلمه كيمي معناها رمادي او اللي يميل الى السواد فالارض المغطاه بالطمي بطمي النيل لما كان يجي النيل ويغطي ارض مصر كان يتكتسي باللون الرمادي الغامق بتاع ارضها ده المعنى ده المعنى آه. فاطلقوا عليها كيمي ده الاسم اليوناني واللاتيني واللي خدته العبري كان في القبطي مصر اسمها كيمي اه كان هيبقى اسم دلع خالص يعني <applause> انت لو مش كيمي. احسن من جمهوريه مصر العربيه <applause> واحد يقول لي انت مين اقول له من كيمي <applause> يقول لي مش مكسوف طيب لو رحنا بقى الى الاسم الـ 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 الاسم مصر برضو لانها لانه مصري ابن حام جه من حام فعشان كده حتى الكتاب اطلق على مصر انها ارض حام يعني ارض حام فجاء اسرائيل الى مصر ويعقوب تغرب في ارض حام لان حام هو الاب لمصريم فالكتاب المقدس قال عليها انها ارض حام الاسم بقى ايجبت اه كويس وده اسم مشتق من الكلمه اليونانيه ايجبتوس ده طبعا معروف أوي اه يعني ايجبت ايجبتوس والتي تعد ترجمة وإيجيبتوس على فكرة مش ال... يعني قلت إيه الكلمة اللاتيني والع... هي أكتر يعني كلمة بتعكس ال... تعكس لون الأرض إنما لما جم ال... اليونانيين إلى مصر كويس لما جم الجريك إلى مصر وحبوا يترجموا الاسم المصري لأنه مصر كان ليها اسم قديم اسمها المصر القديم هاكوبتا هاكوبتا كويس قريب برضه آه. نفس النطق يعني فهاكوبتاي دون اهي آه اجبتوس راحت لليوناني بيت اجيبتوس جيل الانجليزي حطها ايجبتو او ايجبت يعني تطورت لحد ما وصلت لايدي بالظبط آه. تاي معناها بيت بتاح بتاح ده بيت الفرعون مم اللي هو بالظبط yeah, exactly. آه. اه فهي بيت فرعون حتى اسم حتى اسم فرعون ليس اسم فرعون لقب لقب فرعون اه زي ما نقول قيصر اه فده لقب م. لكن القيصر اسمه ايه ممكن قيصر لاسماء مختلفه م. لكن لما يقول مثلا فرعون فرعون معناها بالمصري البيت الكبير البيت الكبير م. اه ففرعون ده البيت الكبير آه. يعني ذا بيج هاوس يعني فهو اسم من اسماء منفيس العاصمه القديمه طبعا اللي هو بيت يبتاح بتاعها <applause> كويس ده الاسم بتاع بتاع مصر لما نيجي بقى لمصر مصر او مصرايم مصر او مصرايم ولد لوديم وعنانيم ولهابيم ونفتوحيم وكل وكلسحيم كويس الذين خرج منهم فلشتيم كما ولد كفتور يبقى هنا خلوا بالكم انا هتكلم أتكلم عن الإخوة المصريين، وأتكلم عن الإخوة الفلسطينيين. آه. كويس؟ آه في 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 تاريخهم ونشأتهم كبلدين. آه لوديم آه اللي هو أول اسم خرج من مصريم، انحدر لوديم من مصريم وارتبط في أرميا بالشعوب الأفريقية، بعدها كوش، بوت يعني آه ناحية الجنوب. ناحية الجنوب شوية. جنوب. كويس؟ عناميم لا نعرف بالضبط موقع عناميم إلا أنهم بعضهم بيقولوا أنهم مصريون من سكان منطقة الدلتا وقد ربطتهم الترجمة السبعينية بشمال مصر يبقى هم من منطقة إيه؟ كانوا سكان الدلتا دلتا. وعشان كده حتى اللغة المصرية القديمة منقسمة إلى لهجتين يعني كان في لهجة الدلتا وفي لهجة الصعيد اه طبعا يعني, دليل. يعني دليل. انا صعيد الصعيد حضرتك تعرف آه. يعني حتى من بلد لبلد تختلف بتختلف اللهجه آه. يعني النوبه حاجه تانية خالص بالظبط بالظبط آه. لهوبيم اغلب الظن انهم الليبيون المصريين القدماء لان الكتاب المقدس يدعو ليبيا غير مره لوبيم في ناحوم ثلاثه ونفتحيم هم سكان مصر المقيمين على الساحل الشمالي سكان اسكندريه بقى والسواحل والنفتحيم المنفتحين على البحر منفتحين <applause> نيجي لفتروسيم وده ده مهم فتروسيم هم سكان بتروس او بتريس ارض الجنوب مصر العليا يبقى شفت سكان بتروسيم اللي هي منها كلمه بت... الطيبه او او بترا او بتريس ارض الجنوب كويس مصر العليا سكان طيبه وده مذكور في اشعياء 11 كل سحيم بقى تهمني ليه تهمني الاسم الاخير ده كويس اسماء لأنه شوية كده أسماء رقيقة <تسكيل> 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 ربما يشير هذا الى سكان مصر السفلى منطقة الدلتا أو اسم لكلا الشعب والبلد الذي خرج منه فلشتين. فلشتين <بق صلص> <تسكيل> فلسطين <تسكيل> آه. فلسطين بيني فلسطين اللي هي فلسطين وكلمة فلسطين اساسا هي كلمة مترجمة تعني الشعب المهاجر آه يعني فلسطين او فلسطين تعني الشعب المهاجر كويس وتعني حرفيا مهاجرين او نازحين ها مهاجرين او نازحين من فلاسيا الاثيوبيه فالامه الفلسطينيه كانت في الاصل مستعمره كلسوحين اللي هي غزه لكنهم ازدادت قوه بعد ذلك بسبب المهاجرين الاتين من كفتور يعني ال 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 ربنا لما دايما اقول ايه ربنا ادى شعب اسرائيل ارض كنعان. طب ما يا حبيبي ربنا ادى لشعوب تانية اراضي تانية م. يعني يعني خليني الاخوه الفلسطينيين كمان آآ 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 اذكرهم بنص موجود في سفر عاموس واصحاح تسعه. اه كويس؟ في عاموس واصحاح تسعه وعدد سبعه. الرب بيقول لبني اسرائيل ايه؟ ألستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل؟ انتوا زي بتوع تعكوش آه. كويس؟ يقول الرب ألم أصعد إسرائيل من مصر؟ يبقى إسرائيل أصعدت منين؟ من مصر خلي بالك من العبارة اللي جاية والمشاهدين كمان لأن الجزء ده مهم إسر... إس... إسرائيل أصعدت من مصر عاشت في مصر 340 سنة وبعدين ربنا أصعدهم من مصر ودهم إلى أرض كنعان والفلسطينيين من كفتور يبقى الفلسطينيين جم منين من كفتور ايه بقى كفتور قبرص آه. اه خدوا المراكب وعدوا الى ايه قبرص الى قبرص يبقى الرب مش بس ادى لاسرائيليين اسرائيلين كنعان ادى كمان للاسرائيلي للفلسطينيين ارض زي ما اهتم باسرائيل اهتم ايضا بمين بالفلسطينيين ليه؟ لان هو اله بيحب كل الشعوب. هو اله بيهتم بكل الشعوب. وهو لان هو له الارض وكل ما فيها. كويس؟ فهو بيكرم الشعوب والشعوب اللي بتحيا في مخافته وفي وصاياه بتعيش في سلام، الشعوب التي تستمر في الخطيه بيعاقبها. أكيد. وده لانه اله قدوس واسرائيل كويس واسرائيل نفس, نفس الحكايه بتعاقب من الله والاراميين من قير يعني حصلت هناك هجره ربنا مم. عمل نوع من خلينا اقول ايه الخروج الاكسدس آه. آه. زي ما عمل اكسدس لاسرائيل عمل ايضا اكسدس للفلسطينيين عمل ايضا اكسدس لشعوب ثانيه خروج لشعوب ثانيه كويس ندخل على سام ندخل على سام ندخل على سام سام بقى يهمني قوي يعني. <applause> ليه لانه سام آم... جاب علام واشور وارفكشاد ولود وارام. ويهمني قوي ارفكشاد لانه دون اللي ركز عليه الكتاب فيما بعد وقال لي انه ارفكشاد جاب شالم ومن شالم جه عابر. ويمكن كلمه عابر هي الاسم اللي اعطي للعبرانيين. اه. يعني اسم الجد آه. المنشئ. اه. كويس؟ قد يكون ده اسم عبراني أتى من عابر من عابر كويس؟ عابر جاب ولدين واحد اسمه فالج وواحد اسمه يقطان. ايه اللي بقى يهمني في الاثنين دول؟ اللي يهمني في الاثنين دول زي ما فالج جت جه منه نسل ابراهيم م. كويس؟ يقطان الابن الثاني بمعنى هو اسم يقطان او يقطن بمعنى صغير أو يصغر هو أبو كل القبائل العربية الأول ده ويدعوه العرب قحطان طبعا الاسم العبري أحلى قحطان آه يعني قحطان دي صعب صعب <تصفيق> <تصفيق> إنما 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 في التاريخ العربي هو يقطان يعني كيمي <applause> أحسن كيمي أحسن أسهل <تصفيق> <تصفيق> إنما في العبري هو يقطان الأصغر أو, او يصغر اه ف وفي حد النهارده قبائل ما زالت بتحمل نفس الاسم قبيلة السنة. يعني تعتبر هي ابو كل القبائل العربيه وخرج من يقطان ثلاثة 13 اسما صاروا فيما بعد قبائل وشعوب عربيه بعضها موجود والبعض الاخر اندثر كويس يعني آه هقول لك بعض القبائل يعني مثلا يعني الاخ يقطان ده يعتبر ابو القبائل العربيه ابو القبائل العربيه والشعوب العربيه بالظبط اللي هي تعتبر في منطقه شرق شرق ال النهر الاردن من شرق نهر الاردن وطالع اه كويس دول اولاد دول اه يعني انت خدها بقى من عند الاردن ونزل السعوديه على اليمن دي المنطقه اللي ايه؟ م. اللي هي كانت فيها القبائل العربيه. الموداد او المودود قبيله تقع جنوب اليمن. م. كويس؟ شالف قبيله يمنيه تقع بين شيبه وحضرموت، طبعا معروف حضرموت في اليمن صح؟ آه يعني الاسماء حضرموت كانت مملكه عظيمه جدا ذكر اسمها في النقوش القديمه وتقع في الجنوب الشرقي من اليمن. م. دي حضرموت. كمان لما نيجي إلى يارح في الغالب تقع في يمن هدرام وهي قبيلة عربية اشتهرت بتجارة التوابل وفيما ولا سيما الإرفة معظم القبائل العربية اشتهرت في, في في التجارة لأنه منطقة اللي عاشوا فيها منطقة مش يعني زراعية فكان الدخل الوحيد منها للقبائل أوزال هو الاسم القديم لمدينة صنعاء يعني ما تحب تقول صنعاء ممكن تقول أوزال كويس الاسم المدينة القديم لم... لمدينة صنعاء دقلة هو اسم يشير إلى الواحات ويعني شجرة بلح بالعبري في شمال منطقة الحجاز على حدود البحر الأحمر جاية منها دجلة شوية دقلة يعني لا دجلة شوية مختلفة مختلف. عبال هو اسم معروف في اليمن قرب حضرموت حد النهاردة اسم ده دمو... أبي ميال وهو غالبا في اليمن أيضا شبا وعاصمتها سبا وملكة سبا جت لمين؟ سليمان لسليمان فكانت مملكة عظيمة جدا ولما جت جت لسليمان وذكرت وذكرت ايضا في الكتابات الاشورية واشتهرت في فترة حكم الملك سليمان فكانت شبا والعاصمة بتاعتها سبا معروفة جدا برضو بتقع قرب اليمن اوفير هو اخو حويلة مصدر الذهب النقي ولان الذهب كان يحمل منها بالسفن فأغلب اغلب الظن انها تقع في جنوب العربيه وعلى حدود البحر الاحمر لانه منها كان ياتي الذهب لسليمان لما كان يبعد سفنه يجيب الذهب من الحويله فالحويله دي كانت منطقه كل آه. اسم ليه معنى وليه دلاله رائع جدا ممتع آه قبل ما نختم الحلقه انا عارف الوقت بيجري خلينا نروح لمنطقه مهمه قوي هي يعني بتخلي الناس تضحك بس هي بتفرق صدقني كتير وفي ناس بت بتعتبرها يعني ان ده اقل من ده مم. اللون اللون مساله لون الجلد يعني حتى بيعتبروا انه الليل اسود لكن النهار منور كده ال من اللون الابيض يعني اتربينا على ان الابيض ده حاجه يعني اجمل مم. في حين ان الله شايف موضوع مختلف تماما مم. مم. انه ده زي ده في عيني بالظبط واحد فبسرعه ناخد موضوع اللون <تصحكي> نيجي طبعا لسؤال مهم قوي وهو اه <تصحكي> <تصحكي> اذا كانوا التلاتة خرجوا اذا كانت الشعوب دي كلها خرجت من اولاد نوح الثلاثه طب اللي عندنا اسود واللي عندنا ده. حتى احنا في مصر انت ممكن تلاقي في ناس فعلا يعني سودا اسمر وقمحي كده كويس وفي ناس بيضه بيضه يعني في العيله الواحده في العيله الواحده يعني أوه. انا في عيلتي كده يعني الشقين دول موجودين م. ماذا عن لون الجلد بقى م. كويس آه، ليه هناك آه، آه، لون البشرة آه، مختلف آه، آه، الـ التفسير تفسير علمي يعني آه، ليه, أنا ليه؟ لأنه المادة جداً. المسؤولة عن المادة في مادة في الجلد اسمها الميلانين كويس المادة دي هي مادة صبغية تتواجد في خلايا الجلد وتميل إلى اللون البني آه، كمادة هي المسؤولة عن لون درجة الجلد. المادة دي الميلانين هي المسؤولة هي الصبغة اللي موجودة في الجلد هي المسؤولة عن لون بشرة الإنسان. كلما زاد مرار البشرة كلما زادت مادة الميلانين فيه. كلما قلت يعني لو أنت أسمر يبقى عندك الميلانين كتير أوي. لو أنت أبيض يبقى عندك الميلانين قليل. كويس؟ ليه بقى؟ طب اللي هم البين بينين دول ما هو دول ما انت ما بين ما بين الاسمر قوي وما بين الفاتح قوي بتيجي الدرجات الثانيه آه. بنسب متفاوته آه. كويس فماده الميلانين موجوده بكثره وكلما زاد بياض البشره يعني انها اقل في السواد اكتر ليه بقى ليه لانه الماده دي هي المسؤوله عن امتصاص 99.9 من, من الأشعة الفوق بنفسجية اللي بتيجي من الشمس اللي بتضر الجسم وبتسبب سرطان الجلد فلما الإنسان اللي عايش في أفريقيا وعايش في الحر بتاع أفريقيا مش ممكن أبيض يعيش في الأماكن دي ليه؟ لأنه يتعرض بسهولة لسرطان أمراض الأمراض إنما تلاقي دايماً الابيض عايش في منطقه ثلجيه والاسمر عايش في منطقه استوائيه يعني كل واحد ف... اللي ليه مناخه اللي بينسجم ليه مناخه اللي اتكون بالضبط اللي تطور فيه وزادت فيه ماده الميلانين علشان يخليه يتكيف مع الطقس اللي موجود عشان كده لو رحنا لو رحنا الى الخريطه آه. الخريطه دي الخريطه دي مهمه أو ليه؟ لان يعني الخريطه دي بتقول لي ازاي حتى درجه البشره بتتناسب مع درجة الحرارة انت عندك خط الاستواء كل ما نزلت إلى خط الاستواء تحت كل ما ازداد السمار زادت مادة الملانين عشان تخليك تقاوم الأشعة الفوق بنفسجية وتقدر تعيش وتسرفايف كل ما طلعت فوق في الشمال كل ما قلت مادة الملانين كل ما تلاقي البشرة لونها أبيض أكتر فيعني لكنه هل ده أفضل من ده؟ لا الابيض كالاسود الكوشي زي المصري الكل لهم نفس المكانه ونفس القيمه عند الله وده اللي احنا عايزين نوضحه وعايزين كل واحد يقتنع بيه لانه هي دي نظره الله وانا كل ما بعرف الله اكتر وكل ما بدخل في شركه وعلاقه حقيقيه حيه مع ربنا بقدر اشوف نفسي واشوف غيري واحد الغني الفقير الابيض اللي عايش في والله احب وأبنى. العالم المس... احب العالم المس... الم... ما احبش الكوشيين يعني... ولا المصريين آه، ولا الإنسان. ولا اولاد حام ولا اولاد سام آه. كله سواسيه كله آه في نظر الله واحد بمحبه واحده بدليل انه جه على الصليب علشان يفدي بالزبط، الكل بالزبط. اولاد نوح كلهم واللي قبله واللي بعده بشكرك يا دكتور اشرف آه. كتير على كل معلومه بتقدمها لنا بكل إفادة بتفيدنا بيها أه بشكركم أحبائنا في كل مكان إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامجكم عبر الكتاب الرب معكم آمين